السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة هذه راح نشوف برمجة حل معادلة من الدرجة الأولى والثانية في الباسكال بطبيعة الحال. راح تكون عندنا، خلينا نشوف يعني لي فاريابل تكون في الأخير من الأحسن. نبدو ببرمجة حل معادلة من الدرجة الأولى بطبيعة الحال. فهم معاملين هي AX زائد B يعني A و B. راح نطلب من المستخدم عند له رسالة انه يعطينا فيها قيمة A give me the value fun of A هكذا. نخبر البرنامج انه هذه قيمة A، كذلك بالنسبة لقيمة B. هكذا زين، هنا رايت الان. مقابل انه يعني نحسب الحل هو اكس، راح يكون بطبيعة الحال يعني الاكس باش نحسبه اكس زائد بي تساوي صفر، يعني الحل ناقص بي تقسيم ا. اذا حاب مثلا واحد مثلا يعملها في متغير، مثلا نقوله سي اللي هو ناقص افتح قوس ب تقسيم ا هم فيربول، ونعمل رايت الان سي، او انه مباشرة هكذا حتى يكون الامر اسهل رايت الان فقط هكذا نفتح قوس تاع يعني الحساب ناقص ب تقسيم ا فقط، ومباشرة راح يعطينا النتيجة. كذلك نقدر قبلها يعني انه نعملو يعني مثلا رسالة فقط، مثلا اذا نديرو مثلا اكس تساوي هكذا ريدالين حتى يعطينا الفرصة انه نشوفو الحل. طبيعة الحل راح تكون عندنا ا و ب، طبعا تكون تيب ريال لانه ما نعرفوش المستخدم يعني الطبيعة تاع النقطة، عفوا القيمة اللي راح يمدها لنا. عفوا نظن انه عندنا خطأ، لا اظن هو بي اوي دو بوان، نعتذر على الخطأ. مثلا قيمة ا راح تكون 2، وبالنسبة لقيمة بي تكون 6. كما تشوف اكس تساوي ناقص 3، حاجة سهلة خلاص. في الاصل فقط كما قلنا سابقا في الحلقات يعني السابقة انه الواحد فينا يعرف يعني الاساسيات في البرمجة يعني في الباسكال، والباقي راح يكون سهل يعني تقدر في اي يعني بروغراماسيون تخدمها عادي. الان ننتقلوا الى حل يعني برمجية حل معادلة من درجة ثالثة. اذا عندنا المعاملات A و B و C، نضيف اولا المعامل الاخر الثالث اللي هو سي رايت الان give me a value of سي. ايضا يعني الحل تاعها جد سهل، فقط راح نستعملو التعليمة الشرطية if else سي بون فيرجول. الان عندنا المميز دلتا، بطبيعة الحال اللي هو نسموه مثلا دي، او نقدر نسموه دلتا او الى غير ذلك. المهم يكون يعني ك المهم يكون متغير ونديكلاروه يعني مع لي فاريابل، مع لي فاريابل فقط. راح يكون دي مربع ناقص 4 ا سي، يعني اس كيو اللي هي مربع بي او بي ضرب بي، يعني نفس الامر ضرب ا ضرب سي، تكون اقواس بطبيعة الحال هكذا. الآن حسبنا المميز دلتا، اس كيو ار كما قلنا هي التربيع، أو إنه نعمل ب ضرب ب ناقص 4 ا سي، هذا المميز دلتا. إذا كان مميز دلتا عنده حالتين، أو إذا كان أكبر من صفر يساوي صفر وأقل من الصفر، راح نستعمل بطبيعة الحال التعليمة الشرطية if else. if على سبيل المثال دي اللي هو مميز، اذا كان مثلا اكبر من الصفر then يكون عندنا بطبيعة الحال يعني زوج حلول،
إذا يحكوا عنا على الأقل يعني تعليمتين فما أكثر يعني هنا من بين if و else، ما ننتقلوش لي بعدهم هكذا حتى نفهم. إذا عندنا أكثر من تعليمتين هنديرو begin and ونخدمو بيناتهم عفوا هكذا، ولهنا راح تكون يعني العمل يعني بيناتهم. إذا راح تكون عندنا الـ x1 والـ x2. بالنسبة لـ x1 بطبيعة الحال ناقص ب ناقص جذر تلتا تقسيم 2a، والحل الثاني اللي هو x2 راح يكون ناقص ب زائد جذر دلتا تقسيم 2a. نقدر نكتبوه كما درنا في يعني في المعادلة الدرجة الأولى، إنه نحطوهم في متغيرين مثلا x1 يساوي x2 وبعد نديرو رايت لين، أو مباشرة رايت لين لتكون أسهل للجميع. رايت لين حلو قوسين بون فيرجول ناقص ب ناقص بالنسبة يعني الجذر اس كيو ار تي دي هكذا تقسيم 2 ضرب ا. كذلك إذا حبينا مثلا نترك يعني رسالة للمستخدم مثلا اكس ا تساوي فقط هكذا ناقص ب ناقص جذر دلتا، من المستحسن أنه تكون يعني الأقواس حتى إذا كان مثلا خطأ أو إلى غير ذلك يعني نعرفه هكذا. كذلك بالنسبة للإكس دو رأيت الآن إكس دو يساوي راح نغلقه هكذا ناقص ب زائد اس كيو ال دي يعني جذر دلتا تقسيم 2 ضرب ا، عفوا 2 ضرب ا هكذا. نغلق القوس كما قلنا نعمله الأقواس في حالة ما انه يكون عندنا خطأ نعرفه مباشرة، اذا يعني يكون حاجة نسيناها او الى غير ذلك هكذا. يعني نقص بالحل الأول والحل الثاني. الآن عندنا الأند لهنا كما تشوفوا، بالنسبة للأند نورمالمون تكون أند بون فيرجول، لكن ما بين إيف و إلز ما تكونش عندنا بون فيرجول، لكن داخل تعليمات بين بيجين و أند هذه تاع الإيف نعملوا كما نقولوا بون فيرجول هكذا إلز. كذلك في الإلز عندنا شرط آخر، إذا كان مثلا إيف دي عفوا أقل من الصفر يعني سالب then رايت لين مثلا راح نعملوا أي مثلا رسالة تكون للمستخدم، مثلا there are no solution هكذا عفوا there are no solution. بما أنه دي أكبر من الصفر دي أقل من الصفر ما تبقى إلا دي تساوي صفر وهو الحل المضاعف. مباشرة نحضر رايت الآن هكذا نقص ب تقسيم 2 ضرب أ هكذا فقط بون فيرجول، عفوا لهنا ننسوش أنه لا توجد بون فيرجول. أظن أنه هكا أنهينا يعني الحالات في ثلاثة، مع أن حتى خطأ على ما أظن راح نشوفه. عفوا وي سي ما ديكلاريناش، نظن أيضا دي يعني من المستحسن أنه دائما نخلو لي فاريابل هما الأخرين حتى إذا نسيناهم يعني يديكلاريهم هو باش ما نعرفو، حتى إذا كان خطأ آخر نجم على الحسابات أو إلى غير ذلك يعني نعرفوه. مثلا راح تكون ا مثلا 1 تكون 20 البي وتكون مثلا 4 بالنسبة لسي عطانا حلين يعني انه الدي اكبر من الصفر او الى غير ذلك. كيما تشوفوا حاجة سهلة خلاص نعاودو، يعني انه لازم الواحد فينا دائما يعرف يعني الأساسيات البرمجية الأولى في باسكال، ومن بعد راح يكون الأمور كلها سهلة يعني نعرفوا كيفاش تخدم مثلا التعليمة، كيفاش الشرطية، كيفاش مثلا ديكلارو فاريابل، كيفاش نخرجوا رسالة للمستخدم، كيفاش نخبروا على يعني بالنسبة للبرنامج القيمة وإلى غير ذلك. تصبح يعني البرمجة حاجة سهلة خلاص.
وصلنا نهاية الفيديو، قال نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.